فرحان إيه فرحان والله بقول زين مضبوط. طيب أنا لأن هذا اعتبره أنا من جبر الخواطر مو هو بنفاق. بركات أخوكم أسامة الشمري متسابق بكاريزما المهم يا جماعة أول شيء بقول أول مرة بكون شخص جدي يعني أول شيء أشكر فريق دعمي الله يبيض وجيهكم واحد واحد أمس فاجئوني بالكيكة ورجعوني بالبرايم من التصويت الله يبيض وجيهكم واحد واحد واليوم البرايم ودخلوا أخواني الستة كلهم في البرايم وأنا أقول والله الله يوفقهم واحد واحد يكتب له الخير واللي بيطلع الله يوفقه يكتب له الخير ويعلم الله أن غلاتهم كلهم واحد بالنسبة لي كلهم عينين براس لكن أنا أطلب من فريق دعمي وأطلب من كل من يعز أسامة ويغلي أسامة ويغلي القطات وهذول ريالتي أنكم تصوتون أخوي محمد زعيزعي هو ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج تصويت أساسا لأنه ما شاء الله جمهور قوي لكن الرجال هذا الغلات عندي يعني ما شاء الله تبارك الله مو بس خسارة لنا حني المتسابقين لا والله خسارة البرنامج كامل ولا يعلم الله المتسابقين كلهم عينين براس لكن على ما قيل والشيء الثاني بتكلم عنه بحكم اني رجعت انا كنت متوتر الاسبوع هذا اني اطلع اللهم لك الحمد اني رجعت وان شاء الله اني اوعدكم بالكثير والاشياء الكثيره اللي بقدمها بالبرنامج الجديد بس انت بركزوا علي شوي والنحف اللهم لك الحمد ترى ناقص 7 كيلو ترى مبين علي نحفان يعني مو ها شوفوا مقاطع الاول شوف الحين يعني تغير مره وما ادري اول مره على كم راح في خصم بالموضوع لكن انا يمكن اصغر متسابق بينهم والله العظيم داخل على طبيعتي انا داخل على طبيعتي فهذا شفتوا شيء ولا شيء فاستروا ما واجهته وعسى الله يوفقكم ويقويكم لا تنسونا من دعمكم لا تنسون اخوي محمد الزعيزعي واخوي الباقي لكن اما قيل محمد له غلط ثاني عندي وبيض الله وجيكم الله يسعدكم